اليوم كان الانطلاقة لامتحان الكتابي لمساعدي التمريض وأعوان الرعاية وكذا مساعدي جراح الأسنان، حيث شهدت الولاية عدد حوالي 8396 مسجل. سوف يفتح مجال للشبابنا، واللي هي 150 منصب شغل بعد تكوين لسنتين، وهذا ما غادي يفيد الولايه خاصه بعد فتح العديد من المؤسسات الاستشفائيه. اليوم اجتزنا امتحان شبه طبي في بروتوكول جيده ووقايه جيده، وكان الامتحان في متناول الجميع.